حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان، معاكم اليوم برنامجكم الجميل جدا لا يفوتك. ليش اسمه لا يفوتك؟ عشان ما تفوتهم الفرصة. اي والله صدق، لان في فرصة يا الربع لازم تقدمون عليها. انتوا اليوم قدامكم فرصة من ذهب، تعالوا اي واحد يبي يكون ورا هالمايك اللي انا قاعد اتكلم منه ويقدم حلقة كاملة من اعداده وتقديمه، ما بنتدخل في اي شيء. تعال جهز خطتك، جهز اعدادك، جهز فقرتك وبرنامجك وحط له اسم حلو وجرب انك تكون على الهوى وتقدم وتخوض هالتجربة وتقول لنا رايك بعدين عقب التقديم. لازم نذكر المشاهدين والمشاهدين المشاهدون لازم نذكر المستمعون لازم نذكر المستمعين شلون يقدمون على البرنامج. اي يعني طلعوا موبايلاتكم، لان بنقول لكم الحين الرقم تسجلون عشان تطرشون على الواتساب رساله في اسم فيها اسمكم وطلبكم للانضمام لبرنامج لا يفوتك. طلعتوا موبايلاتكم؟ اي يلا سجلوا. التواصل على الواتساب 5522182 5522182. ننتظر مشاركاتكم، أي واحد خاطر يخوض التجربة مثل زملائكم اللي طلعوا وحققوا إنجازات عجيبة وشفنا واستمعنا لحلقاتهم. صراحة حلقات كانت جدا رائعة والتجارب كانت جدا حلوة. إيش رأيك في تجاربهم؟ والله تجاربهم حلوة، وفي ناس ما شاء الله عليهم متمكنين ومبدعين، مع أن أول تجربة لهم. أي. بس لأن عدوا نفسهم صح وكذا كانوا جاهزين. في إعداد وكان في برنامج حبينه وخاضوا التجربة، والله يوفقهم إن شاء الله. أنت بعد لا تطلع من هالدنيا إلا أنت تارك بصمة فيها، تعال وخوض التجربة وإحنا ننتظرك هني في راديو مؤسسة قطر. الحين خلنا ننتقل على بعض النصائح اللي بتساعدكم في إعداد برامجكم الإذاعية. وصلنا للفقرة الثانية اللي هي فقرة نصائح إذاعية. الحين أنتوا علشان تقدمون وتخوضون تجربة الإعداد والتقديم أيضا جهزنا لكم بعض النصائح اليوم. شنو العنوان اللي بنقدمه لهم اليوم؟ اليوم شلون نحط مقدمة حق البرنامج أو الحلقة اللي بيقدمونها. حلو، أنت الحين تبي تقدم برنامجك، أول ما تبدأ لازم تكون عندك مقدمة نارية. عادة يبدون المذيعين يبدون يرحبون بالناس، يقولون لهم أسعد الله أوقاتكم، أسعد الله صباحكم، أسعد الله مساءكم، بس هاي الأشياء ما فيها إبداع. لكن خلنا نرويكم بعض الطرق اللي فيها ابداع. جاهزين؟ جاهزين. انا جاهزين بعد، انت جاهزين؟ يلا أنا جاهزين. سمعينا. اول شيء طبعا اي فقره او اي مقدمه ممكن تكون فيها تنوع. حلو. مثلا يبتدي المعد يستخدم مقدمه استفهاميه بسؤال. حلو، سؤال يعني مثلا يبدا البرنامج هل تخيلت الحياه يوما بدون رجل؟ نعم. لا على طول اكيد. انتوا الحريم على طول نقستوا. نعم. لا بس الفكره حلوه، انت تشوف شلون حطيت باب للتفاعل. يسال السؤال يختفي المذيع مثلا، تطلع مكانه شوي اغنيه شي شغله ويرجع يكمل برنامجه. هذا السؤال يشد انتباه من المستمع. حلو. وفي بعد مقدمات استفهاميه تعجبيه. ايوه يعني سؤال غريب يكون، يعني مثلا مثلا يعني اعطيكم سؤال شي غريب تعجبي. تخيل أنك بدأت صباحك اليوم بدون شمس، فهذه طريقة من الطرق أيضا اللي تشد فيها انتباه المستمع. بعد خلنا نعطيكم بعض في بعد الطرق. مقدمات تبدأ بالإحصاء الأرقام. أي واحدة من أحسن الطرق اللي لفت انتباه المستمعين أنك تبدأ حلقتك برقم، رقم يكون من إحصائيات من أرقام معينة جبتها. مثلا 70% من الناس يأكلون أو يتناولون وجبة الإفطار في وقت خاطئ، أو ممكن درجات الحرارة اليوم درجة الحرارة 1 تحت الصفر بل بردة. وطبعا أنت تقدرون تبدؤون شغلات في برنامجكم بهالطريقة، أرقام إحصائيات. مثلا الدراسات تقول أو تشير الدراسات إلى أن 30% من النساء يستيقظن أبكر من الرجال. يعني مثل هالإحصائيات اللي فيها شد يعني. لا أنا قاعد أفترض يمكن غلط أصلا، إذا 30% يعني عدد بسيط يعني. كله راقدين أنتو. إنزين. بعد عطينا شنو النوع الثاني من أنواع التقديم؟ مقدمة شعرية. شعرية، أول ما تبدأ شي الصبح يفتح البرنامج صوت صفير البلبلي. الله لا لا عاد يعني مو بلغة عربية ممكن يعني تطلع مثلا أي يعني تقدر تطلع بأي شعر.
أنا طبعا ما أحفظ الشعر العامي بس إيش أسوي؟ حفظه شيء؟ لا خلاص اللي بعده. في مقدمة تبتدي بالآيات القرآنية أيوة. والحديث تبدأ بآية قرآنية أو حديث بعد، هذه طريقة أنك أنت يعني تلفت الناس حق الموضوع اللي بتتكلم فيه. يعني مثلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبدأ تذكر هالآية وتسكت شوي بعدين تبدأ تذكر الآلاء الغريبة والآيات الغريبة اللي تصير في هذه الحياة، فهاي واحدة من الطرق أيضا. وفي بعد أقوال وحكم. حكم تي على بالك حكمة حين معينة تي تبين تقولينها؟ لا صدق أنا في بالي شنو هي، مزون الحكمة كلها على طول. فتبدأ برنامجك بحكمة بكلمة بسيطة تشد فيها انتباه من المستمع. أهم شيء أن أنت تبدأ بمقدمة نارية قوية تشد فيها انتباه المستمع، وأيضا لما تختم بتتكلم في خاتمة نارية قوية. بس إن شاء الله الخاتمة راح تكون في حلقة ثانية غير هالحلقة. فخلونا الحين ننتقل للفقرة اللي بعدها، وهي فقرة الضيف المذيع. الضيف المذيع، ومن ضيفنا اليوم يا ترى؟ إذا تبون تعرفون تابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم أخوكم يحيى عبد الحكيم، طالب في جامعة قطر تخصص إدارة. طبعا أنا أشكر الأستاذ محمد الجفيري والأخت ولاء على استضافتي القعدة الطيبة والشبابية اللي ما تشوفها رسمية صراحة إلا أخوية طبعا بكل ما تحملها المعاني أو الكلمات من معنى. أو فاللي حاب أقوله وأشارك بجيتي هني أن فكرت مواضيع وايد زين، وايد قريت مواضيع ومقالات كتبها الأستاذ محمد الجفيري، بس اليوم كنت صراحة وايد مرهق ذهنيا لأن يعني مع الدراسة وتي تتحجج. شنو فكرة برنامجك يحيى؟ والله أنا قبل لا أدخل بثواني مسكت قلم وورقة وسجلت بعض النصائح، لأن أنا يعني أحب أن وايد أنصح الطلاب خصوصا الطلاب الجدد. زين شنو اسم برنامجك؟ اسم برنامج يمكن أسميه نصائح طلابية. نصائح طلابية مع يحيى عبد الحكيم. 3-2-1 جو. أعزائي المستمعين مساكم الله بالخير، حاب أقدم لكم في برنامج نصائح طلابية عدة نصائح تفيد الطالب الجديد. ونحن على إذاعة مؤسسة قطر، راح أقدم لكم بعض النصائح. في البداية أحب أعرف باسمي، اسمي يحيى عبد الحكيم، طالب في جامعة قطر قسم الإدارة ونظم المعلومات الإدارية. في البداية أنا حاب أذكر المشكلة اللي تواجه الطلاب، لأن ما راح تكون في نصيحة إلا إذا وجدت المشكلة. هذا من ناحية إجرائية، من ناحية وقائية أن توجد النصيحة قبل المشكلة. فأنا عايشت وايد مشاكل، وايد مشاكل عند الطلاب. الطالب في البداية يجي يقدم على أوراقه في الجامعة أساس أنه تكون عنده two options، أوبشنين. الأوبشن الأول راح يكون مؤسسة قطر لنحقق النسبة المطلوبة اللي هي أقلها 75%، والشيء الثاني أنه يكون يقدم على وظيفة، والوظيفة هذه يعني ناطر رد. فبدال أقعد في البيت، يعني هاي كلام الشباب للأسف، يقول بدال أقعد في البيت خلني أقدم يمكن أكمل في الجامعة، وإذا لقيت أوبشن في الوظيفة وردوا علي رحت كملت وياهم. فإذا كان مبدأ فهذه مصيبة، ولكن إذا كان توجه ممكن نغير من توجه هذا الطالب. طبعا باقي الطلاب يدشون مرغمين، اللي يقول لك أنا أبوي قال لي أدش كذا، أمي قالت لي كذا. طبعا هذا مستحيل تأخذ منه إبداع نهائيا إلا إذا جاء الجامعة وقال أنا حب التخصص الفلاني وأنا كذا ومش مرغم على التخصص. فأنا شفت فيديو في لأحد الجامعات السعودية صراحة عجبني، اسم الفيديو هل تبي موزة ولا تفاحة؟ الفكرة تتكلم عن التخصصات الجامعية. فذكروا في الفيديو هذا أن إيش المصاعب اللي أنت تواجهها كطالب. أنت ليش تبي تدش مثلا تخصص محاسبة مع أن أنت ميولك تسويق؟ ليش؟ لأن بتحصل فرص وظيفية أكبر في هالمجال. واحد داش الإدارة ليش؟ أنا بيصير مثلا مدير موارد بشرية. طيب هل أنت تبي الشغلة هذه ولا لا؟ إذا أنت تبيها توكل على الله وراح تبدع فيها، لكن إذا كنت
مرغم عليها ما راح تبدع وراح تفشل، وإذا فشلت راح تغير تخصصك وتضيع وقت وتبتدي في تخصص جديد. طبعا أنا عندي عدة نصائح حاب أقدمها قبل لا أختم فقرتي. النقطة الأولى أن الطالب إذا بدش الجامعة لازم يدش برغبته، ما يدش وعليه ضغوط وما يدش وعنده أصلا مشاكل بتعيق تواصله الدراسي أو تعليم الدراسي. اثنين، يحاول يأخذ في البداية مواد سهلة. طبعا هالنصائح مو بالطلاب جامعة قطر بس، لكل طلاب الجامعة في قطر أو في غير قطر. يحاول يأخذ مواد سهلة متطلبات العامة. ثالث شيء وهو الأهم، أنه يحاول يرفع الجي بي اي اللي هو المعدل التراكمي لين فوق 3.0. ليش؟ لأنه بتي مواد صعبة، مواد تخصص هي ثقيلة بس ما في شيء صعب، فإذا نزل معدله ما ينزل أقل من 2.0 ويتعرض للطرد. وسامحونا طولنا عليكم ويعطيكم العافية، وشكر خاص للأستاذ محمد والأستاذ ولاء. أنت مذيع من قبل؟ لا، قول الصج. جربت شيء من قبل؟ يعني جربت الهواية والمهنة من قبل؟ والله أنا عندي مسجل الصوت في التليفون، فوايد أسجل وأسمع صوتي بس ما مقتنع يعني. فجاو حتى صوت الخليج عندنا في الجامعة وسجلت وسمعت نفسي في التسجيل، أنا مو مقتنع بس الشباب يقولون لي إنه ممكن تصير مذيع. ما شاء الله عليك، مو ممكن تصير مذيع، أنت أصلاً مذيع بالفطرة على قولتهم، أنت معلم. ما شاء الله عليك، ما شاء الله يعني صراحة أنا أبهرتني أول شيء، ثانياً منطلق، وبعدين أنت ما عندك ورقة يعني قاعد تقدم ارتجالي هالشكل ما شاء الله، شلون لو يعني محضر نفسك وجاي وجاهز و. صراحه روعه، يعطيك العافيه، ما شكلك متاثر صراحة. فيك الله يعافيكم، متاثر فيك يعني محمد الجفيري الثاني ان شاء الله. يسمع منك يا رب نفس النصايح اللي نسمعها منك دائما عشان التخصص. صراحه ما شاء الله عليك، يعني تقديمك روعه. زين، انت كم تعطي نفسك من 1 ل 10؟ صفر. خليك من التواضع، عطنا رقم. والله ذا صدق يعني 1. يحيى، انا ما اقدر اقيم نفسي، غير بدل. لا، لأن رقم من 1 ل 10 كم تعطي نفسك؟ يعني خلينا نقول شيء رقم عشانك 7. وأنا أعطيك أعلى من هالرقم، وأبي أخذ منك بعد سؤال. أمر. شنو تقول حق الشباب اللي يسمعونا وخاطرهم يخوضون التجربة؟ طيب، أول شيء اللي يبي يتقدم حق الشيء هذا لازم يكون عنده حب للشغلة هذه، لأن إذا ما كان حب الشيء هذا مرغم أن يشتغل بهالمجال ما راح يبدع فيه. طبعا اول شيء لازم يكون عنده احتواء للشيء هذا، يفهم ايش معنات مذيع، يقرا عن الاذاعه، يشوف مذيعين في التلفزيون، يسمعهم في الاذاعه، في نوع معين، في طبقه معينه لازم تتكلم فيها في الاذاعه، اذا كنت وثائقي او اذا كنت مذيع او اذا كنت في نشره الاخبار او اذا تبي تقول شيء مهم، ما تقوله بصوت عادي، ترفع صوتك وانت تقول الخبر هذا اذا كان ذو اهميه عاليه. وانا انصح كل الطلاب او أي شخص يبي يخوض التجربة هذه أنه يكون مع محمد ولا. زين يحيى، بعد أبي منك شغلة أخيرة قبل لا تروح. أمري. لو أنت الحين بتقدم برنامج لا يفوتك، شلون بتقدمه؟ زين، بس صراحة أنا لازم أكتب يعني ملاحظات بس. هاي قلم. أوكي. أكتب. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نقدم لكم الأستاذ محمد الجفيري والأستاذ ولاء في برنامج لا يفوتك. زين، عطنا إياها بطريقة حلوة فني. أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، نقدم لكم الأستاذ محمد الجفيري والأستاذ ولاء في برنامج لا يفوتك. تسلم يا يحيى، ما قصرت. الله يسلمك يا ربي. وصلنا إلى ختام حلقتكم اليوم كالعادة، الوقت مشى وما حسينا فيه. طبعا تكلمنا اليوم عن النصائح الإذاعية، تكلمنا عن المقدمة وشلون أن المعد يحط له مقدمة تكون مبدعة متميزة عشان يكون برنامجه حلو. طبعا الضيف المذيع كان متميز، سمعتوا ضيفنا اليوم، ونبي نسمع آراءكم وتعليقاتكم على برنامج ضيفنا اللي قدمه اليوم. شنو بتكتبون على تويتر؟ هاشتاج لا يفوتك، وحطوا آراءكم وأفكاركم كيف يقدر ضيفنا يطور من حلقته، وفي نفس الوقت نبيكم تشاركونا وتعطونا رأيكم في هالحلقة. وكالعادة، إذا كنت ترغب في خوض تجربة
الإذاعة، طلع موبايلك الحين وسجل الرقم، تواصل معنا فقط على الواتساب، راح نعطيك الرقم سجله، اتصل على او تواصل معنا على الواتساب واكتب ان انت حاب تنضم لبرنامج لا يفوتك واكتب اسمك. طريقة التواصل هو ارسال مسج على الرقم 55221828. ننتظر مشاركتكم وابداعاتكم، ولا تنسون الهاشتاج على تويتر، هاشتاجنا لا يفوتك. ننتظركم والى اللقاء.